تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وممثل جلالة الملك العمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، تم صباح اليوم تدشين شحنة المساعدات البحرينية الأولى إلى ضحايا الزلزال. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، الأمر الذي يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين بترسيخ التضامن الدولي، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعبين السوري والتركي في أزمته الإنسانية جراء الزلزال، حيث عملت اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال على تجهيز شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تعكس مساعي مملكة البحرين بترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، جاءت شحنة المساعدات البحرينية الأولى لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. أولا نحمد الله أن كرمنا بأن نقدم المساعدة لأشقائنا في سوريا في تركيا. الآن عندنا رحلة إلى تركيا عبارة عن 40 طن من المواد الطبية والإغاثية، والمواد أشقائنا هم في أمس الحاجة له. أشكر سيدي جلالة الملك لتوجيهاته، أشكر السمو ولي العهد والحكومة لدعمهم لنا في مجالات متعددة اللي تسهل رحلتنا. طبعا من الواجب أشكر سمو الشيخ ناصر قائد العمل الإنساني اللي متابع برامجنا وشجعنا، راح إضافة إلى توصيل المواد ننسق بأن نطرش فرق من الأطباء متخصصين في الكسور والجروح على عادتنا في الماضي في الأماكن التي تتأثر سواء من حروب أو زلزال. بالنيابة عن الجمهورية التركية أود أن أشكر أولا جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشعب البحريني لتعاونهم الكبير مع بلدنا، شكرا جزيلا لكم. تضمنت الشحنة المواد الطبية والإغاثية والغذائية اللازمة بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة وقوة دفاع البحرين، إذ تم تجهيزها على وجه السرعة وبشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب السوري والتركي الشقيقين لمساعدتهم في هذه الظروف الراهنة. على ضوء التوجيه السامي لسيدي جلالة الملك المعظم، نشهد اليوم تدشين الشحنة الأولى من المساعدات لتصل إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، مما يعكس الروح اللي عملت بها الجمعيات وبروح الفريق الواحد. هذه المبادرة الإنسانية تؤكد بأن مملكة البحرين كانت ولا زالت من الدول السباقة في مد يد العون ومساندة الأشقاء والأصدقاء في مختلف الظروف الإنسانية التي يمرون بها.